الأمر الثاني هو حفاظهم على كيان الأمة الاجتماعي. النبي صلى الله عليه وآله عندما جاء صنع كيانا اجتماعيا، أسس أمة، جعل فيها رابطة الدين والإسلام هي الرابطة الأولى، ولذلك صار المسلمون فيما بينهم يرتبطون في كل مكان. في زمان رسول الله شنو اللي كان يربط بلال الحبشي طيب وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وعلي بن أبي طالب القرشي؟ لا نسب يربطهم ولا بلد يجمعهم، وفي بعض الأحيان حتى اللغة أيضا كانت مختلفة، واللون كان مختلفا، والعرق كان مختلفا، ماكو شيء يجمع هؤلاء إلا الدين والإسلام. ونفس هذا الأمر أنت اليوم تلاحظه لما تجتمع في بعض الأسفار مع سائر المسلمين، تشوف هذا هندي، ذاك باكستاني، هذا أمريكي، هذا عربي، هذا فارسي، هذا غير ذلك، ألسنتهم مختلفة، ألوانهم مختلفة، أنسابهم مختلفة، لكنهم يجمعهم ذلك الدين الذي جاء به سيد الأنبياء محمد. صحيح الظالمون سيطروا على هذه الأمة، الأمويون، العباسيون، من بعدهم، هم اللي كانوا في مقدمة سلطة الحكم، والأئمة أبعدوا، لكن مع ذلك كان أمر الحفاظ على الأمة كأمة إذا استعصى على غيرهم كان ينفرج بواسطتهم.